إذا أعزائي المشاهدين، مردود اللاعبين في المباراة. نبدأ بداية بحراسة المرمى موندريا. موندريا أعزائي المشاهدين اليوم ما كانش عنده فرص كثيرة جدا أظهر فيها، ما كانش عنده كرات كثيرة دخل فيها، لكن الكرات القليلة اللي دخل فيها شفنا عنده لمسة حارس، يعني يتحكم في الكرة، يعني لمسته للكرة، وكذلك رؤيته وتنظيمه للمدافعين في الكرات الثابتة كذلك يثبت على أن الحارس عنده إمكانيات، خاصة كما قلنا لعب مع مدافعين جدد. هذا شيء ممتاز جدا للحارس، يعني أبان عن نقول أنه لمسة ومؤشر ممتاز جدا على أنه حارس يمكن أن يعتمد عليه. أعزائي المشاهدين، الآن أصبح عندي ثلاث حراس: مبولحي، وكذلك الحارس الزغبة، والحارس ماندريا، وحتى عند الآن الحارس العيدوني تاع يونغ بويز. والله ما شاء الله أعزائي المشاهدين، والله ما شاء الله في حارس المرمى عندنا حتى مشكل. قلنا ماندريا، نكمل على ماندريا. الهدف اللي تسجل على ماندريا أنا أعتقد أنه لا يلام عليه ماندريا، وتكلمت السبب لأنه ماندريا تسجل عليه الهدف لما دخل حماش مكان اللاعب بدران. لما دخل حماش أصبحنا نلعب بقلبي دفاع، طوبة وكذلك توغاي، وظاهرين زستاتكا وحماش وحارس ماندريا. خماسي في الخلف لم يلعبوا ابدا مع بعضهم البعض، وهذا من المستحيل انك يعني تكون في الفورمه وفي الطوب، وبالتالي كان هناك عذر على الاقل تقني وفني، وبالتالي الهدف طبيعي جدا. حتى انه شفنا التجانس، شفنا زستاتكا جاي يجري ثم خلى المهاجم الايراني يدخل، يعني هناك نقص تجانس بين توغاي وزستاتكا في الهدف، طبيعي جدا يا جماعه، هذا امر غير مقلق، طبيعي جدا. رباعي دفاعي لاول مره يلعب مع بعض البعض، وحارس لاول مره يلعب مع هذا الرباعي، وبطبيعه الحال الهدف انا اعتبره هدف طبيعي ولا الوم عليه اي واحد، لا المنظومه الدفاعيه ولا خط الوسط ولا الحارس. ولكن نروح الان بعد ما تكلمنا على مونتريال، باختصار قلت بانه حارس جيد جدا ويمكن اننا نعتمد عليه في قادم المواعيد. نروح الى الدفاع. توغاي، بداوا بتوغاي. توغاي مبدع، توغاي يا جماعه والله لاعب ممتاز جدا، وحتى انا افضل على بدران، لانه توغاي لاعب هادئ، لاعب رزين دائما، خاصه في كاس العربيه شفنا الفارق للامانه، الفارق بينه وكذلك وبين بالعمري وبدران. هذا الثلاثي انا للامانه في كاس العربيه شفت بانه توغاي افضل منهم في الثلاثه، ويعني استغربت عدم تواجده في تربصات المنتخب الوطني بعد كاس العربيه، لكن اليوم توغاي اثبت مستوى راقي جدا، مستوى ممتاز جدا، تدخلات في الوقت المناسب، التايمينج عنده ممتاز جدا، لا يخرج بتهور، ما يخرجش كره طويله، خروج بكره ممتاز ورزين وهادئ، متفاهم مع سواء مع بدران او حتى لما توبا، يعني فقط تلك الخمس دقائق اللي جاء فيها الهدف، بعد ذلك تجانس معاه وبدا هناك تفاهم، حتى انه زروقي لما دخل بدا يرجع للخلف، وكذلك حتى بالنصر لما كان يرجع للخلف شفنا كثيرا تفاهم بين توغاي واللاعبين، يعني توغاي اليوم اثبت مستوى ممتاز جدا، هذا فيما يخص اللاعب توغاي. نروح الان الى بدران. بدران اليوم ادى مباراه جيده الى جيده جدا. بدران ما زال عنده التسرع في الخروج بكره، يعني مرات يتقلق ويرمي كره طويله، تهور في التدخلات، وكذلك خطرات مرات نشعر انه متسرع وكذلك يتقلق. شفت اللقطة اللي مر الكرة بطريقة عشوائية، كاد اللاعب الإيراني أن يسجل، يعني خرج ماندريا ثم بدران يضرب الكرة على الجنب وكأنه خرج المهاجم الإيراني وحده، إن شاء الله الحمد لله أنه ماندريا عوض الخطأ ويعني خرج بسرعة وغطى على المهاجم الإيراني، تدارك الأمر، نعم بالكلمة اللي راحت لي، تدارك الأمر، وبالتالي الحمد لله ما سجلش علينا الهدف. يعني بدران يحتاج أعتقد أنه إلى بعض الهدوء، لكن للأسف وللأسف وللأسف يا جماعة، بدران أنا أشوف بأنه مدافع عنده إمكانيات، لكن ذهابه إلى الضمك السعودي أعتقد أنه اللاعب راح يحطم نفسه. للأسف لاعبين بهذا المستوى يروحوا للخليج يحترقوا هكذا، يرموا أنفسهم للهلاك. توغاي مثلا الأخبار تقول بأنه رايح البرتغال، هذا شيء جيد جدا. الطرفين، زستاتكا اليوم من الناحية الدفاعية كان ممتاز جدا، كان عنده تغطية، كان عنده رجوع بسرعة، ما كانش يطلع كثير لكن كان يرجع بسرعة للمركز تاعه، كان هناك تفاهم بينه وبين اللاعب بدران وحتى بينه وبين توغاي، لكن المشكلة تاع اليوم زستاتكا لم يساهم ولم يعطي يعني في الجهة أو الشق الهجومي، باش نكونوا منصفين، كما انتقدت بن عيادة في الشق الهجومي، زستاتكا كذلك اليوم لم يقدم بشكل جيد في الشق الهجومي. ننتظر المباريات المقبله، ممكن زستاتكا يقدم لنا مستوى افضل من اللي شفناه اليوم. الجهه الاخرى طوبة، يعني طوبة ندير فيه الشعر، نكتب فيه كتب، نكتب فيه كل شيء، وكل ما نتكلم على طوبة نقول حرام عليك يا بن ماضي،
والله كل ما نتفكر توبة نتفكر كأس العالم راح تنا يا جماعة. لما نشوف اليوم منتخب إيراني موش ذلك المنتخب الكبير، منتخب راح يلعب كأس العالم، منتخب الكاميرون يلعب كأس العالم، منتخب تونسي مع احتراماتي أكيد إخوتنا التوانسة، لكن نشوفه بأنه منتخبنا كجودة كمنظومة كلاعبين أفضل من تونس للأمانة. لكن معليش احنا كان عندنا اخطاء اليوم ثبتنا، راح نتكلم عليها في الشق المقبل. كذلك اعزائي المشاهدين نتكلم عن توبا. توبا يعني ممتاز جدا في الخروج بكره، في المسانده الهجوميه، تحطه ظاهر يبدع، تحطه مدافع يبدع، سيو حارس ممكن حتى انه حارس يبدع، لا راني نضحك معكم، لكن توبا للامانه لاعب ممتاز جدا، لاعب رائع جدا جدا جدا، ما شاء الله عليه وربي يحفظه من العين وكذلك من الاصابات. وان شاء الله فقط اعزائي المشاهدين يلقى نادي محترم يلعب فيه ويزيد يرفع من المستوى تاعو ان شاء الله. في خط الوسط بن ناصر، حرام كنا نتكلم على بن ناصر للامانه، بن ناصر اذا يعني يعني تكلمت عليه يعني حرام يعني نتكلم على بن ناصر اعزائي المشاهدين. كذلك نتكلم عن الاداء الفردي ومن بعد نتكلم عن الاداء الجماعي. كذلك اعزائي المشاهدين اللاعب زرقان، ما فهمتش واش فيه زرقان. زرقان يعني كان قبل يعني كسفيري كان عنده مردود جيد جدا، كل ما يلعب يؤدي يؤدي بطريقه بشكل ممتاز جدا، لكن الان وكانه مستواه تراجع بالموازاه مع ذلك مستواه مع شروروا يعني في تصاعد. اين المشكل؟ حتى اليوم زرقان ما لعبش، لعب في مكانه المره اللي في يعني الايام الماضيه كنا نقول ان زرقان ما كانش يلعب في مكانه، لكن هذه المره زرقان يلعب في مكانه. اين الخلل يا زرقان؟ اين المشكل يا زرقان؟ ما فهمتش. اللاعب قادري كمباراة أولى نقول أنه أدى مباراة جيدة، كان عنده تدخلات يعني محترمة كلاعب جديد يروح للشوك يلعب للشوك، لكن عليه أن يقلل من هذه التدخلات لأنه قادر تجيب له إصابات خاصة في الملاعب الإفريقية السيئة أو اللاعبين البدنيين. لازم يتعلم يلعب بذكاء، مرات على الالتحامات الزائدة عن اللزوم لازم يتفاداها، يعني نفس الشيء مع أدب الناس، وهذا الشيء كلف أدب الناس كثير وعرضه لعديد الإصابات أثرت على مشواره الكروي. لكن على العموم نشوف بأنه قادري كان وش هي، شوف يا جماعه باش نتكلموا صراحه، الان لما نتكلم عن قادر نتكلم عن اضافه لاعب في الشق الهجومي. احنا المشكل تاعنا اننا نلعب من دون لاعب وسط هجومي او ناشط هجومي او لاعب صانع العاب. اليوم بمجرد ما لعب قادري شفنا الاضافه وشفنا اللمسه وشفنا الفارق، هذا الشيء اللي كنا نتكلم عليه اعزائي المشاهدين. وبالتالي تخيلوا انك تجيب لاعب مثل عوار او لاعب يعني مستوى عالي، لاعب مثل ستايل في غولي، اكيد راح يكون هناك الفارق والجوده بنسبه كبيره جدا. قادري مازال صغير، مازال يتعلم، راهو في الدوري مع كورت في الدوري البلجيكي، مازال امامه المستقبل ان شاء الله يزيد يتطور اكثر، واكيد عنده كما احنا نقولوا هامش كبير جدا للتطور، لكن حاليا اعتقد مازال شويه باش يحكم مكان اساسي في المنتخب الوطني، لكن يعني عنده الوقت باش يتطور. الان بالماضي ممكن يستدعيه مره على مره هكذا يطلع المستوى تاعو ان شاء الله، وبالتالي اكيد راح نكتسبوا لاعب ممتاز جدا. رشيد غزال، رشيد غزال اليوم كان افضل من المباريات الماضيه، فقط ستاتكا لم يعني ما ساعدوش كثير، ما ساعدش كثير يعني تقريبا ستاتكا في الناحيه الهجوميه كما بن عياده لم يساند كثيرا، وبالتالي دائما نشوفوا غزال يحاول بنفسه يدخل بكره الى الوسط، وهذا الشيء يتعب اللاعب لانه في الكرة الحديثة لما يصعد الظهير اللاعب الجناح يدخل إلى الداخل ويطلب كرة، وبالتالي نشوفه بأنه كما اليوم إبراهيم كذلك شفنا تناسق كبير بينه وبين طوبة، وكذلك اللاعب القادري يعني كان هناك ثلاثي متجانس ومنظم وساعده كذلك إبراهيمي. بحديثي عن إبراهيمي اليوم كذلك ظهوره من الناحية الفردية الهجومية والإضافة الهجومية نوعا ما كان محتشم، لكن من ناحية الضغط اليوم عجبني كثير كما قلت، لأنه جمال بالماضي في الشوط الأول اعتمد كثيرا على الضغط في الأمام، الضغط بثلاثي الهجوم بالإضافة إلى قادري، ضغطوا على المدافعين الإيرانيين ومنعوهم من الخروج بالكرة. الآن شفت بأنه كذلك حتى الرجوع تاع إبراهيم اليوم الشيء المليح فيه أنه رجع يعني كان يرجع للخلف ويساند اللاعب خاصة لما دخل يعني لا قبل الحالي لانه اعتقد هو خرج قبل ما يدخل حماش او في نفس الوقت في نفس الطريق خرج، كان يساند كثيرا طوبة، وطوبة كذلك كان يساند وشكل ثنائي ممتاز جدا على الرواق. كذلك ابراهيمي مازال وقت كثير باش نشوفه، لكن عنده لمسه يا جماعه، لاعب واضح جدا خاصه الكره هذه اللي كان يجري بها وضرب الكره مباشره. يا جماعه تكون تجري بالكره وتضرب الكره يعني هذه لقطه يعني باش تديرها لازم تكون لاعب ممتاز جدا، لاعب مهاري وفني يعني نقولوا انه عنده مستقبل ان شاء الله. اللاعب بن عياد، انا اللاعب هذا اللاعب اللي فاجئني كثير، اللاعب بن عياد انا للامانه صراحه ما تفرجتش عليه وما شفتوش وما نعرفوش، لكن بمجرد ما شفته اليوم او بدايه المباراه
لاعب عنده ثقة، لاعب يتمركز مليح، لاعب يطلب الكرة في المساحات، لاعب يلعب بظهره مليح، يعني هو محطة ارتكاز للاعبيه، محطة طلب كرة، يلعب كما نقول واحد اثنين مع قادري وكأنهم يلعبوا لفترة طويلة، أعتقد هم لعبوا مع بعضهم في بارادو، لكن مع المنتخب الوطني أول مباراة، يعني كذلك التلقي الهدف الأول كما قلت الكثير يقول لك بأنه خطأ دفاعي، رغم بأنه خطأ دفاعي لكن المهاجم يحسب له انه يشم الكره ويترقب الكره، لانه شكون هو المهاجم القناص والمهاجم الممتاز؟ هو اللي يكون في المكان المناسب حينما يخطئ المدافع. لذلك نقول بانه بن عياد ما نحرقوش ونقول خلاص راهو نجم، لكن بالاقل يروح يحترف في اوروبا. نصيحتي لكل لاعب في الدوري الجزائري عنده امكانيات، روح احترف في اوروبا، ما تريحش هنا، هناك راح تكسر راسك وتحرق الكارير تاعك وما عندك وين تروح، واياكم وتونس والخليج، لا، روحوا لاوروبا يا جماعه، روحوا لاوروبا تعلموا كره القدم كما يقول لك بكل مقاييسها، لانه عندنا مواهب في الدوري الجزائري، لكن الامور هذه الفنيه والتقنيه لازم يتعلموها من اوروبا. نروح اللاعبين الاحتياطيين، زروقي مازال يعني متذبذب في مستواه، مرات يكون طوب، مرات يكون في المباراة الواحدة تشهد عدة تذبذبات، في لقطة الهدف، في لقطة الهدف زروقي يتحمل، رغم أني قلت لا أحمل اللاعبين كثيرا لأنه الدفاع جديد وغير متجانس، لكن يتحمل نوعا ما لأنه الكرة مرت أمامه ما كان عنده حتى تدخل، يعني الرقابة كانت تقريبا شبه معدومة، زروقي يبقى مرات يؤدي في مش مرات بل في مباراة نفسها دقائق يكون مليح، دقائق يكون هابط في المستوى، هذا لازم يعالج هذا المشكل، أين هو الخلل؟ يعني عنده نفس المشكل مع زرقان، هل هو المشكل في المنظومة أم هو المشكل الفردي في اللاعب؟ لازم بالماضي يلقى حل لهذا الجانب أعزائي المشاهدين. الآن نتكلم عن من؟ بليلي. بليلي للأمانة أنا اليوم أعيبه على بليلي، يا بليلي يا بليلي يا بليلي يا بليلي، خلاص نعرفه بأنه لاعب عندك إمكانات، لكن أنت قبل ما تدخل المنتخب كان يلعب بمجموعة، كان يلعب، لكن بليلي تخلي يلعب بأنانية. لا يا بليلي، العب مع اصحابك، العب مع اصحابك، يعني بالماضي لازم يتكلم مع بليلي، بليلي الان اصبح يعني يبالغ في الانانيه هذه، لازم يلعب شويه مع اصحابه، خاصه اللاعبين الجدد، خاصه مع عموره، شفنا بانه عموره يقدر يجي يطلب الكره ويلعب كما احنا نقولوا اندو، يلعب يعاون كثيرا عموره، يخرج من المنطقه، موش ذلك المهاجم اللي يبعث في منطقه الجزاء وينتظر. بالحديث عن عموره، ما شاء الله على عموره، الله يبارك على عموره، يا بالماضي مره اخرى، عموره يا بالماضي. عمورا يا بالماضي احتجناه في كاس افريقيا، احتجناه امام الكاميرون، لكن انت حصلت لنا في غزاء، او قلت غزاء، انت حصلت لنا في سليماني وفي بونجاح، سليماني بونجاح بونجاح سليماني، رغم انه بدور راح، لكن كان عندك حلول، لكن احنا للاسف خدمنا مع مجموعه واحده وانغلقنا عليها، لكن للاسف معليش تقدرت وراحت. الان بالماضي اكيد تعلم من هذه من تلك الدروس، والمستقبل هو الاهم الان، 2026 هو المستقبل اعزائي المشاهدين. الان نتكلم عن ادم والناس، ادم والناس مبدع، ادم والناس ممتاز جدا، ادم والناس والله حرام حرام يعني ما نشوفوش في النادي يلعب اساسي مع نابولي ولا مع نادي اخر، اعارات لانديه صغيره، اصابات عديده، ما فهمتش راه المشكل مع ادم والناس. الان هل بالماضي يقدر يلقى ادم والناس مركز مع محرز؟ ممكن ممكن يلعب في الوسط، صعب جدا لكن ممكن ممكن نلقاو له مركز، لانه نقولوا بانه ادم والناس يا جماعه والله متعه للعين، متعه للعين، الواحد يشوفه هو يستمتع للامانه اعزائي المشاهدين. اعتقد الان تكلمت